فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في كتابكم المبارك الملخص الفقهي من باب أو في بيان ما لا يجزئ في الأضحية، قلتم: ولا الحتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن. يقول: وقد ورد في حديث البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، هل الهتماء والجدة تدخل ضمن العجفة؟ نعم، فيها أحاديث أخرى تضم إلى هذا الحديث، والهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصله، أما إذا انكسر وبقي أصله فلا بأس، والجدة أو الجدة التي نشف ضرعها من الكبر، نشف ضرعها من الكبر هذه لا تجزي، أما إذا نشف ضرعها لأمر عارض ثم يعود فلا بأس. نعم.